الجبار اللي تقوموا به في هذا الظرف الاستثنائي اللي عايش فيه تونس، ولكن هناك من يتربص للاسف ما زال يتربص بتونس ويتربص بالمواطنين، بل هو يتاجر ببؤسهم. معنى الهجر اللي وقع 1500 واحد يحبوا يعاودوا متاع 2011، وكيفاش نموهم 1500 واحد؟ هم بؤساء وفقراء، ولكن الهدف منه ليس وضع حد للبؤس والفقر متاعهم. الهدف هو ضرب الدولة وضرب هذا المسار. وكل مرة معنا يقولون ما في رزق إلا في الشارع، لا فما كان العمل من أجل تونس وتونس فحسب، ولا مجال لأي كان. هؤلاء اللي يضعفوا الصغار يعطيوا فيهم في الفلوس باش يخرجوا، علاش ما خدموهمش قبل؟ معنا تو يتاجروا بيهم للإساءة للعلاقات التونسية الإيطالية وللعلاقات التونسية الأوروبية وفي العالم. ونحب نطمئن الكل، أرانا لا اعتقلنا شخص ولا نظلم أحد، لأننا نخاف ربنا قبل أن نعمل بالدستور. وأنتم دوركم كبير في العمل هذا، في وضع حد للناس. هذم الأفعال متاع ناس الدولة متاعها غنيمة، الدولة مش غنيمة، الدولة متاع كل التونسيين، وكل حقوق التونسيين الفقراء والبؤساء تعود إليهم، مش يتاجروا بالفقر متاعهم. ونبأت عليهم وتم تحذيرهم، ولكن لم يستمعوا للتحذير. وبعد التحذير وبعد التنبيه اتخذ الإجراءات التي يجب أن تتخذها فورا. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.